زي ما وعدتكم دي بقى اللحظه اللي كله مستنيها والفيديو اللي كله مستنيه. كله زعل مني الفتره اللي فاتت. انت حتى ما انتش عارف تصبر، ما انتش عارف تصبر يا اخي. ما هنعمل لك مقدمه في ايه يا عم؟ انت مش عارف تصبر خمسه نعمل مقدمه؟ انت كده بوظت الفيديو. هنعيده بقى ولا نخش على طول؟ خلينا نخش في المفيد. طيب يا حبايب قلبي، زي ما قلت لكم احنا هنجيب ام السودان. طبعا الحمد لله ان سانيس وصلت، ده ذكر ونتاتا. عايز اقول لكم بقى ان هم اصلا شرسين جدا وبيعضهم، واحنا اتعدينا كام مره منهم ولسه بعدين يهدم، وهم برضو في نفس الوقت متبهدلين. احنا هناخدهم دلوقتي ونخش. طبعا الصغار اللي تحت دي حتى والله انا ما شفت اصلا ذكر من نتاتا فيهم. دي شرسه جدا. طبعا النسانيس لسه جايه من السودان، فطبعا ما بتبقاش متدربه، مع الوقت بتتدرب. طبعا هما دلوقتي حتى هما معورين بعضهم وحصل مشاكل جامده بينهم، شايفين؟ انت عارف. بس يا كلاب. طيب يا جدعان، هما ما اختلفش ان هما حاجه جميله جدا. ده بيعض، شايفين؟ ده هادي شويه بس بيعض برضه، شايفين؟ طبعا هما منهم اول مره يتربطوا. طبعا دي حاجه جايه من البريه على شجر، شايفين؟ دي بتحب ده بتحب. خليني هنا انزل عشان تجبان. طبعا هما كلهم كده بقوا شرسين، مش عارف ليه. طبعا بقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تهدهم شويه هي الاكل. حاجات سبحان الله هي هات يا عم، هات تفاحه ثانيه. طيب شايفين هم؟ طبعا انا جاي من الامتحان اصلا، الناس اللي معايا في الامتحان وبتتابعني مساء الفل عليكم، صباح الفل عليكم. طبعا انا جاي من الامتحان يا عم، في ايه بطه الجبن بقى؟ انا جاي من الامتحان وما اكلتهمش الصبح، فزي ما انتم شايفين. طب ما تاخدي ده ايه؟ هي حبكت اللي معاها. خد يا عم، هات يا عم حته كبيره. خد هي مش عايزه غير التفاحه اللي معاها. طبعا احنا سمينا الذكر، خديها. طبعا سمينا، انت بتفهم انت يا سيزر، سمينا الذكر سيزر والنتا سميناها روبي عشان خلالكم ترقص على اغنيه طب ليه بيتارك. طبعا بالنسبه للنسانيس، النسانيس بتاكل فواكه عامه كلها، ممكن تاكلها حبوب، بس الحبوب بتكوي سنانها او بتخلي سنانها ناشفه قوي، اللي هي لو عطتك بعد كده هتسبب لك اذى كبير جدا. طبعا روبي معديه المعلم عدى جنبه. طبعا هما بياكلوا تقريبا القش، بياكلوا التفاح وبيرموا القش تقريبا. دي اللي جبانه جدا، شايفين؟ هي خايفه تاخد منه، عايزه تاخد منه. خد معلش الدبان. انا طبعا الحشرات هم مديلهم حاجات للحشرات، حاجات بيطريه، ولسه انا هديلهم ان شاء الله ايه، هحمم حمايه حلوه برضه. حمايه ازاي؟ ايه ده في ايه؟ ما انت واقف قادر اهو. فين؟ طبعا بالمنظر ده مش حاططهم مع بعض، تعالى انا هفلفل كده. اتحطوا مع بعض، ده عورته. طبعا هو واكلين بطيخ برضو امبارح، وبياكلوا فواكه وكل حاجه. طبعا احنا لسه هندربهم وهنخليهم يعملوا حاجات كتير، بس هم لسه لعب اصلا. فاحنا هنروح دلوقتي نشوف مكانهم. حصلت مفاجأة وحشة جامد، أنا ما حبيتهاش يعني. هنروح نشوفهم مكانهم مع بعضنا دلوقتي. هنلاقي الحتة دي نافذة. كلها أنت فيه. ما تخافش يا عم. يا اخي ايش ايه يا اخي؟ عم كمل الجمله، كمل. ما تعملش اي رد فعل ولا حاجه بتاكل او حاجه بتعمل حاجه، عشان هي خايف اصلا من الوقت. حاجه خايفه، اي حاجه من جد بتخوفه اكتر. طبعا يا جدعان لا حاجه فوق متسيبت مش هنلاقيها. بس سيزر بيغير قوي. دي اللي هي بتتعفر دي النتايه مش سيزر.
اتفضل. شايفين هو عايز يفكروا ليه؟ هنقلكم مش هحطكم مع بعض بالمنظر ده. هم متعكين اهو ومبهدلين بعض. حتى هما كده مش ينفع شيء ده نوعا ما نوعا ما بنحاول اللي احنا ايه هادي شويه المنظر ده كده. بس عايز اقول لكم ان عدوكم جامده جدا وشرسه جدا. عايز اقول لكم ان الفيديوهات ايه 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 دي فين؟ دي متوحشه عليا انها متوحشه. شايفين كلمه متوحشه عليها شويه. تعالى ناخدهم ونروح عند المكان بتاعهم اللي انا المفروض كنت اعملهم ونشوف المفاجاه اللي حصلت بقى. طبعا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده انا كنت اعملهم المكان ده جدا وهم كانوا هيفرحوا بيه جدا ومكان جميل. بس المشكله اللي قابلتنا بقى دلوقتي ان ما عملتش انا حسابها. طبعا دولت صغيرين في الحجم، صغيرين في السن وصغيرين في الحجم، مش جايبينهم كبار. فاحنا لو ركزنا هنا هتسلكه كده يا فلفل، لو ركزنا هنا عاملين ان السلكه اصلا السلك بتاعها واسع. فاحنا بقى لسه هنعمل تجهيزات جديده ونعمل طبقه سلك صغيره على السلك ده وبعد كده ننقلهم. انا اتصدمت لما جبتهم. حلو اللي انا فكرنا وما سيبناهمش ان بالمنظر ده كانوا هيطلعوا من الاماكن اللي انتم شايفينها دي. وان شاء الله هنحطهم جوه في سلكات الحمام دلوقتي وبعد كده نبدا ان احنا ايه نبقى نحطهم في المكان الثاني او يعني هنحطهم في سلكات الحمام دلوقتي وبعد كده ممكن ان احنا نبقى ننقلهم هنا بعد ما نظبط المكان الاول. ان طبعا ديت حاجات مش رخيصه وحاجات غاليه، ان هي لو جرت دي مشكله كبيره مش مشكله سهله او بسيطه. يعني لو حاجه هربت منهم تستحيل ان احنا نجيبها. وهم بالذات ان هم لسه ما اتدربوش. طبعا يا حبيب قلبي جيش هشام ديشا الفتره اللي جايه احنا هنعمل حاجات في النسانيس ديت هنخليها تعمل كل حاجه تتخيلوها وهيبقى شغل جامد جدا معانا في الفتره اللي جايه هتبقى جامده جدا. هنعمل حاجات كتيره وهنخليهم يتشقلطوا وهنخليهم يعملوا كل حاجه. طبعا الجو النهارده حر قوي قوي. طبعا هم بيعدوا في اي حاجه. طبعا الكمين دولت جايين من السودان فطبيعي ان هم يبقوا مش هاديين زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو السلك ده يعديهم عادي خالص، يعديهم مستريح كمان. لو سيبناهم هنا هيخدخل ده بيعض. معلم هناك ده بيعض ده طيب ده طيب وهي عورته كمان. دي عورته. احنا نبدا اللي احنا نعالجه الاول. شايفين عفريت. طبعا انا لما احب اي حيوان او اي حاجه بجيبها بحب اجيب ذكر وانتهى. طبعا الاثنين دول ذكر وانتهى بحيث ان احنا بعد كده ان شاء الله نفرخهم ونبدا ان احنا ننتج منهم باذن الله يعني. طبعا زي ما قلت لكم بالنسبه للنسانيسيا بتحب الفواكه جدا وبتاكل فواكه كتير. طبعا ودي الطريقه اللي هي الصحيحه يعني للربط بتاعها. شايفين ما كانش ينفع هنا خالص بالمنظر ده كان هيضيع مننا وما كناش هنلاقيه. حتى وما ينفعش تحط لهم سلوك كهرباء اشقيه جدا يعني. لا بتطلع زيهم كده، بتطلع زيهم كده. عايز يتحط لها غلازين الضربات الاول. عالجوا بقى يا دكتور هشام. انجي كولو يلا شطوره روبي. بس انا والله العظيم معاها لحد ما تغني. طب ليه بيداري كده وما اعرفش ايه؟ هترقص على الاغنيه على الاقل هتحلى. طبعا يا جدعان احنا عاملين لهم مكان تاني خالص.
والمكان ده بس احنا كنا عاملينه على ان هم يبقوا فيه، بس مش هينفع فيه بالطريقه دي، فاحنا نقلهم المكان التاني خالص. وبعد كده ايه، وبعد كده اما نظبط المكان ده نبقى ننقلهم هنا. تورا قولي بتاكلي من ايه ده؟ بتعديني ليه؟ نفسي افهم انت بتاكلي من ايدي بتعديني ليه؟ اهو في ايه بقى مالك؟ مالك بتاكله شايفين؟ وبرضك بعد ده كله عايزه تعضني. طيب يا حبايب قلبي، عايز اقول لكم ان الفيديو ده بس اللي انا كنت ما كنتش عايز اصوره لكم، اصل السنيس بالمنظر ده لسه اما نضربها شويه وتخليها تعمل حاجات كتير، وان شاء الله نخليها تعمل كل حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين الجو حر النهارده، ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تبقى جميله جدا، وانا فاكر ان السنيس يعمل كل حاجه، وانت هتتابع معانا وتشوف النسانيس والتقدم في التدريب بتاعها عامل ازاي. استنوا الفيديوهات اللي جايه هتبقى جامده جدا. سلام.